واش ما ندمتيش على شي حاجه فهاد شي حاجه ندمتي عليها او لو تعاود يعني السيناريو ما كنتيش ان تاخذها في داك السياق تاخذها في سياق اخر وتخليك انك تكون متوج مثلا بحالاش شي اشياء اللي ربما ملي كترجع السيناريو ديالك كتقول بانها ربما هاد الاشياء كتتعامل معها بهذا التعامل ماشي بهذا التعامل او شيء من هذا القبيل اللي يخليك تكون متوج ماشي غير يعني في النهائي في النهائي هي في المباراه النهائيه كتنعي واد نكون مدرب نكون جول وغادي نتوج بعد ما تسالي المباراه رجع مدرب يعني كيتاخذ بزاف على انك عاتبتي فهامي على الاخطاء ديالو لا ماشي عاتب وفهامي رد عليك لا ماشي عاتب انا غير باش نبين لك ان ما قصدتش انا فهامي كنقصد بان انا الحمد لله كما كيقولوا دزت غارديان كبير والاخطاء اللي وقعت لي في الكارير تاعي كمدرب قلعات لي بزاف ديال الامتيازات منا كما كنقولوا فهامي الى وصلنا لله فينال راه غراس علوي لان في المباراه ديال الجزائر حيد لك واحد الكره ديال 2-0 في المباراه النهائيه الى خسرنا النهائيه سي غراس فهامي باش نكون واضحين لان حتى الكره ديال كريتون اللي ضربت كانت خارجه على برا